جاهز كابتن؟ جاهز. اعطونا لقطات، اعطونا اللقطه الاولى للكابتن نايف العنزي في هذا الجزء. ان شاء الله اهم شيء يوقف معاي المخرج، يوقف معاي المخرج، خلوكم مع كابتن نايف واللي يقوله سووه. يلا يا شباب اعطونا اللقطه الاولى لو سمحتوا. هذه اللقطه الاولى يا كابتن على الشاشه عندك. طبعا يمكن انا البدايه اخترت الشيء الايجابي بالنسبه للمنتخب السعودي اللي هو عمليه الضغط وقدره المنتخب السعودي على الضغط. طبعا للاسف هذا الضغط ما استمر زي ما يجب ان يكون، يعني سرعه الضغط وسرعه، شوف هنا سرعه اللاعب السعودي في الضغط وانقطعت الكوره وكانت تجيب نتيجه، كانت تجيب نتيجه. الشيء الايجابي دائما نحب نذكره، الشيء اللي سلبي برضه يجب ان نكون، شوف هنا سرعه التحول من الجزاوي من منصور الحربي، سرعه الضغط هذا شيء ايجابي لكنها لم تكن على فترات طويله من المباراه، ما جابت نتيجه لانها متقطعه، متقطعه وفيه يعني اللاعب السعودي يفقد تركيزه. انا يعني هذا الموضوع ممكن نتكلم فيه يعني باسهاب اكثر، لكن اللي بقصده الكل يعني الكل المحللين والشارع الرياضي تكلم عن الاهداف بانها اخطاء دفاعيه. انا من خلال اللقطات دي لا اقول الغي دور الاخطاء الدفاعيه، لكن ليست يعني الخطا الاول من المدافعين، بل الخطا الاول من وسط الملعب. طيب السؤال الحين إيه؟ لاعبين لما طبقوا اسلوب الضغط على حامل الكره نجح معهم الاسلوب؟ اكيد نجح. الفترات اللي طبقوها، الفترات اللي طبقوها كانت مثاليه، وطبعا انت امام طيب منتخب. عدم تطبيقها بشكل مستمر انت تعزول ايش؟ الى انه عدم التركيز، ضعف لياقه؟ تركيز، ضعف لياقة، عدم يعني احيانا المقدرة عند اللاعب السعودي، يعني انت احيانا تحتاج الى مواصفات معينة في اللاعب يكون عنده متشبع بهذه الطريقة سواء من المراحل السنية او بهذا الاسلوب والاستايل. هذه اللقطة الاولى اللي طلبت. اللقطة الثانية يا شباب لو سمحتوا. طبعا هنا في الثلث الهجومي بالنسبه للمنتخب الاسباني، من يصدق احنا لا زلنا في نفس الحاله؟ اي نعم، الحاله كلها ايجابيه الى الان، اللي هو الضغط على حامل الكره من الطرف المنتخب بالضبط. السعودي يعني تخيل المنتخب السعودي يضغط على المنتخب الاسباني ويستطيع ان ياخذ كره، ويمكن هذه اللقطه حتى بعد ما استعادها المنتخب الاسباني يمكن رجع المنتخب السعودي، هذه هجمه تصدير من ناصر الشمران، انقطعت الكره، شوف الضغط من تيشير الجاسم، شوف الضغط من عبد العزيز دوسري، شوف الضغط من ناصر الشمراني، تشتيت اي تشتيت من المنتخب الاسباني، واخذنا الكره مره ثانيه، والى ان انتهت تصويبه يعني على حارس المرمى من عبد العزيز يعني دوسري. في فترات كانت ايجابيه فنيا، ايجابيه فنيه، بس هذا الشيء يعني انا اتمنى يكون هذا ستايل اللاعب المنتخب يعني باستمرار وعنده مواصفات وعنده قدره. طبعا هذا جزء من الثانيه، لكن نغفل اشياء كثيره لو بنطلع بالعيوب، لكن انا حبيت اجيب الاشياء الايجابيه. طيب انا افهم من كلامك انه اللاعب السعودي متى ما كان في الموعد وكان وفي الحضور والتكتيك الجيد ممكن يعرض المدرب اسلوبه وطريقته على اداء اللاعب بحيث ان يعني يا تطبق الاسلوب اللي انا ابغاه. هنا كره نستعيدها مره ثانيه في منتصف المنتخب ملعب المنتخب الاسباني وتنتهي بتصويبه ايا كانت هذه التصويبه، طبعا مع فارق الامكانيات، مع فارق القدره، لكن اللاعب يعني عندنا قدره لو ممكن طيب اللقطه الثالثه يا شباب لو سمحتم اللي بعدها. طبعا برضو يا ليت يكمل المخرج. أيه. طبعا هذه شوف الضغط من الجزاوي بعد ما انقطعت الكوره، شوف الضغط، شوف ناصر الشمراني، شوف التحول، يعني لا يستطيع اللاعب الاسباني ان يتصرف بهذه الكوره، ايضا ضغط من منصور الحربي وانقطعت وحصلنا على الكوره هذا الاسلوب الحديث لكره القدم. اذا يعني اردت ان يعني تبني منتخب عليك ان تبني بعناصر تستطيع ان تدافع، تستطيع ان تستعيد الكره، عندها المقدره الدفاعيه، يجب ان يكون هذا الاسلوب من خلال الانديه ومخرجات الانديه ان اختار اللاعبين اللي يستطيعون تطبيقها. طيب يعني انت لو اليوم تجلس مع لاعبين المنتخب توريهم هذه الاشياء وتقول لهم انه في اوقات معينه في كنتوا ايجابيين، واذا ردنا السيطره على مباراه نستمر بهالايقاع بالضبط، كنتوا ايجابيين. طيب. طبعا لو نستمر بهذا الاسلوب هذا هنا الضعف الدفاعي تركي هو من اخرجنا من كاس اسيا، هو من اضعفنا امام الاردن، هو من خسرنا امام سوريا، هو من يعني كانت الاخطاء. طيب. الهدف الاول بالنسبه للمنتخب حنشوف الان الهدف الاول. اللقطه اللي بعدها يا شباب لو سمحت. هذا بس يا ريت يوقف المخرج بالنسبه لاسلوب الضغط. هنا المشكله بدا المنتخب يحصل التفكك، ثلاثه لاعبين في خط الهجوم
يا ريت تكمل مشيها يا شباب. اللعبة الحارس المرمى، اللعبة بينية للاعب المنتخب الوسط الاسباني بس وقف. يعني هنا خسرنا ثلاث لاعبين بتمريرة واحدة، بتمريرة واحدة، وبسبب التباعد ما بين خط منتصف الملعب وما بين المهاجمين. أصبح هناك فراغ، ما عاد فيه قدرة على الاستعادة زي ما حصلنا في اللقطة اللي استعادها أسامة واللي استعادها عبد العزيز الدوسري واللي كان في ضغط من تيشير ومن ناصر الشمراني. أوكي طيب، هنا في تباعد، شوف الفراغ الكبير، واللاعب يمشي على راحته، واللاعب يمشي على راحته. يا ليت يعطينا اللقطة اللي بعدها يا شباب لو سمحت. اللقطة اللي بعدها أعتقد هي الهدف الإسبانيا الأول، الهدف الإسباني الأول. حنشوف الهدف بعد نروح الفاصل. طبعا شوف يا ليت يمشي، طبعا يا ليت يوقف المخرج، وقف وقف. طبعا هنا الهدف الكل تكلم على غلطة وليد عبد الله في إخراج الكرة، الكل تكلم على ضعف المدافعين. شوف الهجمة بادية من منتصف ملعب المنتخب الإسباني، هنا المنتخب كان سلبي في عملية الضغط، كان ضعيف في عملية واحد ضد واحد، كان ضعيف في عملية افتكاك الكرة، كان ضعيف في عملية السرعة والبرس اللي شاهدناها في اللقطات اللي هي كانت الثلاثة بداية الهجمة. يمكن الآن كمل، شوف المنتخب الإسباني أصبح بس مجارات، يعني نجري مع اللاعب بدون ما يكون في سرعة انقضاء. كيف يعني الجري مع اللاعب؟ بس يمشي جنبه يعني؟ أيوة، أنا أبغى السرعة في البرس، يعني عدم إعطاء، بس وقف وقف. هنا اللاعب اللي استلم واللي مرر، شوف من وين استلم. طبعا هذه قصة الهدف الأول. كملوا اللقطة يا شباب. استلم من منتصف الملعب، شوف مشى بس وقف. وهذه المسافة تعتبر مسافة طويلة إذا ما حد شارك اللاعب؟ أكيد، لأن دخل منتصف ملعب. هنا تركي يعني، حلو ذا السؤال. الآن اللاعب اللي مرر، أعتقد بوسكت، اللاعب اللي مرر واللاعب اللي يستقبل أصبح ما فيها صعوبة بالنسبة له، يعني سهل التمرير، أي لاعب يقدر يمرر. فما بالك أنت تتكلم عن منتخب إسبانيا. الآن ما في لا عبد العزيز الدوسري، لا تيسير الجاسم، لا سعود كريري، لا أحمد عطيف، ما في أي لاعب يقابل أو يمنع التمرير بالنسبة للاعب. كملوا اللقطة يا شباب. بس وقف اللاعب. أنا هنا الآن عندي غلطتين، اللاعب اللي خلف تيسير الجاسم، اللاعب ألبو أعتقد بالنسبة للمنتخب الإسباني اللي هو الظهير الأيسر. شوف المسافة هنا، السرعة يا تركي. شوف المسافة بين تيسير الجاسم وبين لاعب المنتخب الإسباني اللي هو الظهير الأيسر. شوف هنا سرعة الظهير بالنسبة للمنتخب الإسباني. كملوا اللقطة يا شباب. وشوف السرعة، بس وقف. هنا ما أصبح في ضغط، الآن في 2-1 على سلطان البيشي، عدم المساندة من عبد العزيز وعدم المساندة من تيسير الجاسم. كمل بس وقف. هنا طلوع منصور الحربي، للأسف يمكن ما كان بالشكل، محاولة لكسر التسلل، وكان المفروض يكون على نفس مستوى كامل الموسى. طبعا يا ليت المخرج يرجع شوي، لأن اللي سجل الهدف مسؤولية عبد الرحيم الجزاوي. هذا اللاعب كان خلف منصور الحربي، كان أمام الجزاوي، والمفروض الجزاوي ياخذ المفروض مبادرة. يكمل، لأنه كان مبادرة، وكان هو من يشاهد اللاعب ويعرف أن اللاعب خلف منصور والوحدة، ولذلك زميله لا يراه، ولذلك كان هو يفترض أنه يكمل. يا ليت يرجع المخرج، شوية يا شباب. أيوه. بس هنا الآن اللاعب أمام شو اسمه الجزاوي كان المفروض هو من يعني يكمل وياخذ اللاعب. مشكلة اللاعب السعودي يفتقد التركيز، يعني ينتظر إلى أن يقع خطأ وعدم توقف. كمل اللقطة يا شباب لو سمحتم. تصوبت، ارتدت، طلوع منصور. لو كان منصور الحربي في مكانه ربما، او حتى متابعه الجهاز، او تكمله. طيب حنروح الفاصل، بعد الفاصل نواصل لاكمال اللقطات. اوكي شو تسوين يا بنيتي؟ الغدا يما. غدا؟ ايه غدا، ايه غدا، غدا. يا بنيتي ويش تسوين؟ يما الغدا. ايه الغدا. اتصل على
لابوك اشوف وش في تاخر. اعطيني يما انا اتصلك. الله يرحمك يما. الدكتور حافظ المدلج يؤكد أننا ننتظر أخضرنا الواعي في روسيا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الاخير من الحلقه. الاستاذ عبد الله الفرج والكابتن نايف عبد الله الفرج والكابتن نايف العنزي معليش سامحني هم ضيوف حلقه الليله. نتيجه التصويت حتى هاللحظه الغالبيه مو فاهمين كويس. الغالبيه مو فاهمين. حننتظر لين نشوف لين نهايه الحلقه فيصل بس يرسلنا النتائج النهائيه. بس فيصل يقول الغالب مو فاهم وش اللي قاعد يصير. بسرعه كابتن اللقطات اعطونا يا شباب اللقطات ونواصل مع كابتن نايف النزي محلل الفني البرنامج كوره. نشوف اللقطات لو سمحتوا. هذه لقطه الهدف الثاني كابتن. طبعا هذا لا هذه الهدف الاول. هذا الهدف الاول. انا يمكن زياده على لا مش الهدف الاول. هذا على التنظيم على بالنسبة لل عدم الضغط بالنسبة للمنتخب السعودي. يعني الضغط الجري متابعة اللاعب من بعيد عدم السرعة والبرس بالنسبة للاعب. شوف اللاعبين الإسبانيين يمررون وإحنا نتفرج يمكن ولاعب يتحرك والباقيين يمكن بس متفرجين أو مشاهدين كل يعتمد على الآخر في قطع الكرة. ما تشعر أن اللاعب ما له نفس؟ مش ماله نفس. هي هنا دور المدرب ودور قدرة. لا يعني شوف في 3-4-5-6 لاعبين في نفس المنطقة مراقبة عدم الضغط يعني بشكل واقفين بشكل جماعي. أيضا السرعة في البريس يعني الانقضاض بأقصى ما يمكن يا تركي هذه مهمة. الهدف الأول لو شاهدنا جري سلطان شو اسمه عبد العزيز الدوسري لو شاهدنا تيسير الجاسم بطريقة الجري نفس الريتم ونفس الإيقاع أن تجري يعني هرولة أو تجري. هذا بالنسبة للهدف الثاني. طيب خلينا نشوف الشباب. طبعا لا هذا مو الثاني هذا اللي يبدو لي هذا الثالث اللي هو الخامس بالنسبة. طبعا من الأشياء اللي يعني محرجة وتدل على ضعفك كمنتخب أن تكون الكرة ضربة مرمى لك. يا ليت يوقف الكرة بس يا ليت يوقف أن تكون ضربة مرمى لك ويتحول هذا ضربة المرمى بدل ما تكون يعني أنت بداية هجمة. بداية هجمة أن تتحول عليك. طبعا هنا التباعد تتحول عليك مو هجمة تتحول عليك هدف. يعني التباعد ما بين قلبين الدفاع خصوصا في ضربات المرمى التباعد ما بين المحاور. يعني دائما الكرة الطويلة تركي إذا رجعت من المدافعين أو من الخصم أقصد من الفريق الخصم لابد أن تجد لاعب أبيض أو لاعب سعودي يستقبل هذا. الثانية لابد كانت ما تكون للاعب منتخب إسبانيا اللي هو مرر الآن يجب أن ما تكون منتخب اللي هو أظن طبعا عملية التمرير لابد أن تكون من لاعب محور السعودي أو لاعب مدافع أو لاعب يعني. الكرة مرت بين 6-5 لاعبين تمريرتين لمستين والثالثة جول إلى بدر والثالثة من ضربة مرمى. طبعا هذه اللمسة هذه يجب أن تكون إلى لاعب من المنتخب السعودي هو طيب. من يقابل الكرة. آخر لقطة يا شباب آخر لقطة مع كابتن نايف لأنه خلاص وقت الحلقة انتهى. آخر لقطة لو سمحتم وفي نص دقيقة ولا بخلي حسن الجاني يتفاهم معك. أعطونا آخر لقطة يا شباب لو سمحتم آخر لقطة عشان نقفل الحلقة في هذا الفقر. هذه يا كابتن هذه اعتقد الهدف الاول. لا مو الاول خلصنا من الاول يا شباب. ايه هذه لقطه الهدف الاول تغيير اتجاه تحويل اللعب اللاعب يستلم يدخل الى منتصف الملعب لا احد يقابله التمرير عمليه السرعه بالنسبه للمنتخب الاسباني عمليه البطء بالنسبه للمنتخب السعودي. طيب هذه اللقطات اللي معانا موجودة يا كابتن إن شاء الله نشوفك بعد الجولة القادمة في الدوري زين نستعرض معاك لقطات أكثر وأمور فنية أكثر ووقت أطول بإذن الله. نشوف بس عناوين صحافة الصباح.
في صحيفة الوطن: النصر يقترب من تسريح مانسو. ومدرب الهلال يبعد 5 من الأساسيين أمام الشعلة. في الشرق الأوسط: مشجعون سعوديون في فرنسا: منتخبنا انتهى من يعيده لنا. في صحيفة الشرق: متصدر دوري زين مهدد بالإبعاد من دوري أبطال آسيا. والدوسري: المتسرعون يقسون على الاتفاق. في صحيفة اليوم: عيد يرفض التجديد للنصر واللاعبون يطالبون بخمسة رواتب. في عكاظ: 58 مليون تقود الاتحاد إلى نفق مظلم. في صحيفة النادي: بعد نفي صبيح موافقته على تأجيل الديربي، عيد يغادر الوسط الرياضي للأبد. هذه عناوين صحافة الصباح، نشوف ضيوف حلقة الغد. عبد الوهاب الوهيب الكاتب والناقد الرياضي بصحيفة الرياض، وصالح الطريقي الكاتب والناقد الرياضي المعروف بصحيفة عكاظ. نتيجة التصويت الغالبية مو فاهمين ايش اللي يصير بالرياضة، وفي ناس فاهمين، بنحاول نتواصل مع اللي فاهمين في تويتر نقول لهم ايش اللي فاهمين يشرحوا لنا ونرتاح. ولو اضفت يعني، لو اضفت بعد خيار ثالث: فاهمين ولا يبون يقولون. الله يجزاك خير، اللي فاهمين يقولون. لا، في ناس فاهمين وناس مو فاهمين وناس فاهمين ولا يبون. وليش طيب؟ ما ادري عاد، هذا يخافون يقولون ولا ما ودهم يقولون. لا، مو بشرط خوف، يستأثرون بالمعرفة لنفسهم يعني. لا، مو بشرط خوف، لكن يستأثرون بالمعرفة لنفسهم يعني، ما يبي يدخل في متاهات او. طيب، عبد الله شكرا جزيلا لك. الله يسلمك، شكرا لك كابتن نايف، شكرا جزيلا لك. وعدنا غدا ان شاء الله 11:30. قبل ما نودعكم نذكركم فقط بانه ارجوكم 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 ادعموا الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر التي تتواجد في الرياض، شارع التحلية، مركز نيكولايزر، الدور الثاني، مكتب رقم 10. نذكركم التذكير الأخير بأنه عندهم فعاليات مش غدا، الخميس القادم، يعني مو بكرة، الأسبوع القادم، الساعة 16:00 تجمع في شارع التحلية، الساعة 17:00 راح تبدأ الفعاليات. في أمان الله، شكراً.